انزين انا بتكلم بلغه قانونيه على اساس تو على الفضل. لغه قانونيه. لما نواب الامه على كلام المكتوب في التويتر اللي هم يكتبونه تهجمهم على مواطنين او نواب سابقين، يعني لما يتكلم نبيل الفضل مع كل الاحترام والتقدير لاسره الطبطبائي، عندك انتقاد على وليد تكلم على وليد ولا حد يتكلم، اسره الطبطبائي الشرفك بالنهايه لا تتكلم فيهم بالهمز واللمس لما تقول طبطب اذا كنت تقصدهم طبعا. فبالنهايه انت يفترض فيك لما تحصل ثقه الناس ما تكون تهجمك على الناس بهذه الطريقه، بينهم رجال بينهم نساء بينهم ناس ما لهم شغل بالسياسه. ايضا عبد الحميد دشتي يتكلم ويقول نفس الالقاب، لو صيخي الحبربش، اذا كنت تقصد عوائل فهم يشرفونك بعد. ما يجوز هذا الكلام، ما يجوز هذا الكلام اني القب ناس عوائل ما لها علاقه في السياسه. عندك اذا كنتوا تقصدون وليد او محمد الوشيحي او جمعان لا تكلمهم باسمائهم، نواب سابقين تحملون النقد واعلام يتحمل النقد، عوائلهم طلعوهم ما لهم علاقه في الموضوع.